ست أشواط من مدرسة البنات المخططة للبنات from school جناح البنات for girls yes نحن مدرسة الجناين، هاي صار لنا 25 شهر من بدا الدوام لحد اليوم ما قبضنا أي شيء من يعني مساعدات للطلاب، للمعلمين، للرواتب ماكو، عن عيش معاناة يعني نحن يومين عن دوام. For the last 25 months, they have not got salaries, food, aid, or any aid for the children in the school. محتاجين يعني توزيع شنط مساعدات. المدرسة مالتكم حاليا تداومون بها قائمة؟ لا مدرستنا ما قائمة، نحن ضيوف في مدرسة المحاربين. مدرستكم ليش ما تداومون بها؟ يعني ضرب يعني مفخخ يمنا. يعني متدمرة حاليا كليا مدمرة يعني راد لا ترميم سياج كامل they don't have the school working because it's been destroyed under the school إضافة إذا عدم وجود لا سجلات لا رحلات لا صبورات شان داوم there's no notebooks no blackboard no seats no desks no tables for them زين هسه انتم تداومون مدرسة ثانية بدوام صباح يعني دوام جزئي دوام جزئي نص ساعة والطلاب يكتفون بهذا الشغل طبعا لا تدريس يعني نص ساعة ما تكفي امتحان ولا تدريس ولا يعني كم ساعة؟ نص ساعة 30 دقيقة نص ساعة The school is not full time نو كل اليوم تداومون كم ساعة يعني كم درس تاخذون باليوم؟ من ساعة 3 hours only 3 hours for the whole school تمام شنو تحتاجون أو شنو تقترحون حتى تقدرون والله نحتاج كل شيء يدعم المدرسة من سجلات من رحلات من مدرسة ترميم من مساعدات تجي للطالب طالب يغير زي المدرسي والستيشن يعني القرطاسية يعني نعطي للطالب الطالب يعني تنطي شيء يعني يريد يداوم من شيء ما تنطي ما يعني يصير دوام الدوام محتاج دعم اذا ما تنطون دعم للطالب للمعلم ما يؤدي دوام كامل زين هسه انتم شلون تداومون وما تستلمون الراتب؟ والله انا هاي ما استلمت راتب من يوم تباشرنا لليوم هاي صار من شهر فتح الباب 5 اشهر نحن ما ومن قبلها من يعني تحررنا هني اليوم لا لا قبل التحرير انت اخر راتب يا سنه اخذتيه؟ اخر راتب استلمته الشهر السابع وقعدنا الشهر السابع يا سنه الشهر السابع 3 سنين طايرينها عاد شوفي لا لا شهر السابع سنه 2014 اخر راتب استلمتي؟ 13 هذا ما بعد 2014 اخر راتب استلمتي وحاليا تدرسين بدافع من داخلك على مود اولاد المدرسه والاولاد المنطقه يعني يبقون على تواصل وعلى درايه بالتعليم فرض علينا يعني مو قضيه يعني جبر علي اني اجي اداوم يعني اي واحد يقول لك انا هسه ما مستلم ابعد من البيت وهذه لكن نحن ما تقبل على نفسنا يعني شلون يعني نحن ما زال معلمين ونريد نرجع المدرسه نريد نرجع الفكر مالنا نرجع طلابنا فكر من السحو القديم ونرجع الفكر الجديد This is the situation of the school and the teacher and he is a guardman as well as a guardman they have no salaries for maybe a month or maybe a year and a half. They have no facilities in the school. They don't have desks to let the children to sit on. They don't have books. They have no books. They don't have any facilities. Schools are destroyed. School run for 3 hours a day, not only full time. It's not enough. But they are insisting as teachers and as doctors to go to the school to teach and to help the children. And this is where the people of Mosul are suffering very badly because of the war which has been imposed on them for the last few years. Thank you. شكرا جزيلا لك وان شاء الله نحاول نساعدكم بقدر الامكان.